بعد نحو سبع سنوات من عملها في متابعه ملف تنظيم داعش وما يتعلق به من ظروف امنيه وانسانيه بعثه الامم المتحده المعنيه بهذا الملف تنهي عملها في العراق قبل ان تتمكن من استكمال تحقيقاتها وكالة رويترز نقلت عن رئيس البعثة كريستيان ريتشار قوله إنهم اضطروا إلى إنهاء عملهم بسبب توتر علاقتهم مع حكومة السودان لأنها لم تتعاون معهم بشكل كاف بشأن تبادل المعلومات الخاصة بملف الانتهاكات التي رافقت فترة تنظيم داعش يؤكد ريتشار أن ملف تنظيم داعش تم تسييسه في العراق كأي ملف آخر كما وأن الإعدامات التي تنفذ ضد أشخاص بمجرد شبهة انتمائهم لداعش كانت أحد أسباب انعدام الثقة بين الحكومة ببغداد وبعثة يونيتد، مشيراً إلى وجود تعمد في تغييب المعلومة، الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى طي الملف وتحويله إلى أرشيف لدى الأمم المتحدة دون الاستفادة منه في إجراءات عملية. مراقبون يرون أن عدم تعاون الحكومة في بغداد مع عمل البعثة عائد إلى خوفها من أن يؤدي التعمق بالتحقيق إلى الكشف عن الجهات السياسية المتورطة أساسا بسيطرة تنظيم داعش على نحو ثلث العراق فضلا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات ضد سكان المحافظات المنكوبة كما ان الحكومه في بغداد استغلت البعثه الامميه وملف داعش لاجل وصم محافظات بعينها بالارهاب لتبرير عمليات الاعتقال والاخفاء القسري وتنفيذ احكام الاعدام دون محاكمات عادله وهو ما اوقع الاف الرجال والاطفال في طوابير الاعدام بسبب اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه وبوشايات كاذبة، كما تقول منظمة العفو الدولية التي أكدت أن عمليات الإعدام الجماعي لن تتوقف في العراق، بسبب غياب الإرادة لدى الائتلاف الحاكم الذي يضم ميليشيات مسلحة تنفذ مخطط تطهير عرقي وطائفي.